فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن العصاة حينما يرون الملائكة تنشر الصحف يرفعون أيديهم اليمنى ويضعون شمائلهم خلف ظهورهم فتعطيهم الملائكة الصحائف خلف الظهور، وأن هذا هو قوله سبحانه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره؟ والله ما رأيت هذا، ما أدري عن هذا، أخاف أنهم زين بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم ولا يجوز الله، للإنسان أنه يصفصف كلام ما عليه دليل صحيح من الكتاب والسنة، تصوره هو ولا ما يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله أخبر أن الكافر يعطى كتابه بشماله، وأخبر أنه يعطى كتابه من وراء ظهره، ويجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، من باب الإهانة له. في فرقة الآن تقطع أيدي اليمنى من الميت، يقول علشان ما يلقى له، يقطعون اليد اليسرى من الميت، يقول علشان يوم القيامة ما يلقى له يد يسرى، فيضطر يعطى كتابه بيمينه، يقولون كذا، وهي فرقة مشهورة الآن. نعم، يعني ما يقدر الله يعيد يده اليسرى التي قطعت. نعم.